ولا حنا غاديين دابا تحت الظلال ديال الشجر يعني اللي كيعطي شويه ديال الظل شويه ديال تقل من حده الحراره لاننا غدا والحراره كتزاد كان دابا تكون يلا تكون شي 25 وبلاش كان الحراره غدا كتطلع لينا عليك مره مره خصني الانسان يقلب على البلايص اللي فيها الظل فيها الاماكن يعني ديال الظل باش ما يأثرش فيه الشمس وهذا شيء مهم بزاف يعني الانسان دائما يحافظ على الحراره ديال الجسد ديالو ديال الجسم داخل الجسم انها ما ترتفعش اكثر من اللازم باش ما تضروش يتعب ولا يحس بشي ضرر لان يعني يكون دائما مراقبه ديال درجه الحراره اللي كاينه في الجسد ثم اللي كاينه خارج الجسد اللي كاينه خارج الجسد هي الطبيعه هي الشمس مره كتحمي تحمى مره كتبرد مره يعني على حسب الطقس اما حراره ديال الجسد خصها تبقى دائما معتدله دائما يعني شاد الوزن ديالها ما طلعش اكثر من الجهد والا غادي تسبب لك في المضايقه وفي يعني يمكن حتى تحس بالدوخه ولا شي مشكله من المشاكل وهنا غادي تخرج على الرحله اللي بديتي لان الهدف هو ان الرحله تكون غدا سالمه يعني خاليه من المشاكل وانت طبعا دائما دير المجهود ديالك هذا حنا كما كنلاحظوا اننا بدينا كنشوفوا شويه المدخل ديال المدينه دائما اي مدينه كتدخلها الا كتبداها من الحديقه كتكون الحديقه هي الاولى هذا هو الجميل في هذا يعني الاستقبال ديال اي مزائر في شي مدينه كيوجد الحديقه هي الاولى حديقه عموميه يمكن يستريح فيها يمكن يجلس شيء جميل حديقة عمومية يعني كما كتشاهدوا مجهزة من كل شيء يعني غادي نلقاو عليها شي نظرة عندما أننا غادي دايزين عليها نحاولوا نشوفوها شوية من قربوا شوية بعد الملاهي ديال الأطفال فين تيلعبوا الأطفال وفين تيدوز الوقت يعني جميل جدا وكل شيء مصنوع غير من الخشب غير من الخشب لا غير أشجار يعني متفننين فيها أعطينا واحد شكل فني جديد يعني ما كيكلف حتى شيء يعني ما تيكلفش نقولوا من ناحية المادة الميزانية والو غير اليد العاملة والعقول ديال البشر العقل حتى هو راه تصور كنز في الحياة ديال الإنسان اللي ما عنده عقل تعزى في حياته غير حافظ على العقلية ديالك قال لك باقي ما غادي نتذكرها من بعد نقولها العقل السليم في الجسم السليم هذه ورا قريناها وحنا باقي دراري صغار باقي نبراهش العقل السليم في الجسم السليم وهذو اللي قالوها ما كذبوش شيء جميل دي غير حديقة عمومية للأطفال وما نساوش سقاية الماء في كل بلاصة سقاية الماء شيء ضروري يلعبوا الدراري فين تينقزوا فين تيتلفوا الوقت وديجا في حارة يعني في حومة كما سبق لي قلت عدة مرات أن في كل حومة كتلقى يعني الحديقة ديالها العمومية الخاصة دابا نزيدو شي جهة شي حومة أخرى نلقاو عاوتاني حديقة أخرى خاصة بالحومة اللي ديالها
لا مدينة كان ندوزو الحدود ديال كاستيار ديال الفياس، معناها انتهت المساحة اللي ديال هاد المدينة. الآن غادي نتجهو لهاد المكان ديال كاستيا دي كاستيار، اللي باقي له واحد المسافة طويلة كما كتلاحظوا. ريو دي ريبوي، يعني نهر ريبوي اللي كيمشي معنا في الطريق، يعني مرافقنا خلال الرحلة منذ انطلاق هذه المدينة اللي ساكن فيها الريبويات. حتى هو كيدوز عليها هذا الواد، هذا حتى هو كيدوز عليها. هنا قنطرة اللي كتسمح لك انك تجاوز دوز الواد. هنا كنشوفوا القنطرة القديمة. إذا مستمرين في الرحلة ديالنا، والطريق مازال قدامنا. الحمد لله مازال شادين طريق، يعني مزيان حتى الساعة، مازال الطريق مزيان على حسب التعليمات ديال الخريطة ديال جوجل. علامة كتشير بأن هناك حيوانات كيخرجوا، بعد الوقت يخرجوا الطريق، الغزال أو الغزال أو أنواع أخرى اللي يمكن لا تخرج لها الطريق هذه وتتعرض لحوادث السير. هادشي علاش هما عندنا هاد العلامة، باش صحاب السيارات ينتبهوا كما كنلاحظوا انها كلها منطقة طبيعية، يعني اشجار وغابات نبات. انا هذا هو الشيء اللي في توفر فيها اكثر، هي الغابات اشجار على الانواع اللي في نفس الوقت كتعطي الظل، ظلها تحميك من اشعة الشمس الحرارة ديالها، يعني إذا كانت حرارة مفرطة فهي كتضر في الجسد. أنا فايت لي تكلمت على الفوائد ديال الحرارة الشمس. طبعا كان الهدف ديالي هو أننا نوصف حرارة الشمس، يعني اللي هي في الوقت كتكون ما كتكونش مفرطة، يعني حادة حارة بزاف، يعني ما يقدرش الإنسان يتحملها. لذلك ان انك تكون في شي بلاصه فيها الحراره ضروري انك تحاول انك ما تبقاش مده طويله، والا غادي تضر. نحاولوا نبدل الاتجاه نظرا هناك شي حاجه انتبه هذه، عطاتني اشاره ديال ان هناك قنطره قديمه كما كتلاحظوها، ولا انا حيت بعيد حيت انا شاد الطريق. الناس كان القدامى اللي كانوا يستعملوها من اجل باش يقطعوا الواد. وهذه هي الطريقه، حنا مازال نستمر فيها اللي غادي تكلفنا واحد الوقت، وراي تما نقربوا ان شاء الله للهدف، نعاودوا اتصال من جديد. كما كتلاحظوا معايا بان شوف الطريق كيفاش مصالحينها، يعني راه خارج على المدينه، يعني الا غدا واحد اتجاه، يعني واحد المكان ما فيش سكان مهمه ولا شي حاجه. هنا الطريق تيصلحوها فين ما كانت، وهذا هو الشيء الجميل. مراقبه الطرق عاطيه الخدمه ديالها على احسن ما يرام، شيء يعني يقدر كبير. هنا ما كاينش طريق خاصة بالمشي، خصنا ننتبهوا بزاف. الطريق هي اللي مستعملة للسيارات، وهذه من ضمن الرحلة اللي خص الإنسان يتمشى بانتباه، أنه
حاول تابع كان على الله وربي هو اللي ساتر. هذا مازال باقي واحد مسافة قصيرة ماشي بزاف، ديال تنقربوا المكان اللي حنا غاديين له. ما تشاهدوا بان راه مسافة طويلة اللي من منذ الانطلاقة الان 26 كيلومتر ماشيين على الاقدام. هي شتا انا يعني بس تخرج من دارك من الريبويات الى ان توصل للصباديل ثم لهنا الكاستيار، ومن بعد حد بس تمشي لهذا المكان ديال كاستيو دي كاستيار مسافة اخرى، يعني مجموعة تقريبا 26 قول شي 30 كيلومتر يعني وضربتها بلا شعور بلا ما نحس بها، يعني ماشي 26 كاملة سمحوا لي، يعني ملي خرجت من ريبويات الى صباديل هذيك راه ضربتها في التران. يعني كاين وسائل النقل حتى للسونتر ديال صباديل، ومن تما لهنا وانا على باش نوضحوا الامور نقولوا راه حنا تقريبا واحد 15 كيلومتر كنت اللي تمشيت ماشي على الاقدام ومازال عاطي عاطي. المهم هو الوصول بخير وعلى خير وبسلام، هذا هو اللي كيهم في الرحله. الرحله دائما خصك تفكر في واحد الحاجه، ان من الانطلاق الى الوصول توصل بخير وتوصل في واحد يعني في واحد هيئه مزيانه، مازال يبقى عندك السفل بحال داك تلعب شي مباراه ديال الجري. ها بحال في الجري، ماشي انك ملي كتوصل لخط الوصول كتوصل مهلوك، الانفاس ديالك متوقفه، يمكن كاع يهزوك في شي حمل يدوك في السبيطار في لابي. هذا ماشي هذه ماشي رياضه، يعني ما مستعدش ليها. تيخص الانسان ملي يوصل في واحد الهيئه مرتاح، كانه ما ضرب حتى حاجه، كانه ما دوج والو، يبقى الجسد دائما مستعد للمراحل اللي تبعها بشويه بشويه. حس براسك عييتي، شد الارض، قلب على شي مكان مريح، شي كرسي ولا ما كاين شي، غير تحت الظل ديال الشجره وارتاح، تسترجع الانفاس ديالك على خاطرك، ومن بعد استمر. هذا هو هذه الفوائد اللي كان كسبوها من الرحلات. وهي كما ان الطريق كما كتلاحظوها انها مجهزة، يعني مصايبة على حقها، وطريقة ما كاينش اثار ديال الحفرة ما كاينش، ولا حفيرة ما كاينش، مصايبة على حقها وطريقة بالعلامات السير كاملة ديال الاتجاهات والخطوط الجديدة يرحموا السيارات هما، يحترموا الطريق ويحترموا المرور، وهذا هو المهم. وزارة النقل انها كتقوم بالواجب ديالها، هنا ما تتحيد المسؤولية على عاتقها، إذا وقعت شي حادثة السير ولا شي مشكلة في الطريق ولا ازدحام، هذا معناها ماشي منها هي، من السيارات السائقين. لذلك الواحد خصو يقوم بالمهمة ديالو. بعد ما خرجت من الطريق دابا وشديت لابيست، يعني غير طريق عادية في وسط الغابة، كان يعني خصني ضروري نبدل الطريق باش نوصل لهذا المكان اللي هنا خاصتو. من هنا كتبان كاستيار يعني بعيدة، المدينة اللي دزت منها ولا يعني بين وين الآن مسافة طويلة، يعني
غادي نستمر في الطريق ديالنا، وغادي كما قلت عبارة عن بيست، طريق التراب يعني في وسط الغابة، على حساب الخريطة ديال جوجل هي اللي كتأدي لهاد المكان ديال كاستيا دي كاستيار. غادي نشوفو، أنا مظنن غادي تكون شوية قريبة، ميبقاش شي مسافة. مرة مرة كيهيئو الطريق فيه بديرو قدرون يعني بالإسمنت، هذا دليل على أن الناس كتمشى من هنا كتدوز بالسيارات ديالها بلا شك، ولكن الطريق غير واضحة يعني باقي ما بانلناش الطريق واضح، لأن عاوتاني كنزل هاد المسافة كلها دوزتها كلها طلعة كلها طلعة يعني طلعة الجبل، والآن هابطين. رغم أن الخلوة في هذا المكان فكاينين المتطوعين، الناس كيصيبوا الطريق يعني بالاسمنت، هو راه كيكلف ثمن يعني كبير، هاد الاسمنت اللي دايرين في الارض يعني راه يقدروا يبنيو به عبارات، ولكن من اجل المصلحه ديال الناس يعني باش يتمشاو بلا شك بمساعده ديال البلديه اللي طبعا هي المساهمه الاكبر في هاد المجالات ديال الطرق، باش الانسان يتمكن له يوصل لاي بلاصه بغاها، اي بلاصه يعني يقع عليها النظره في الخريطة مثلا ديال جوجل كيشوف واحد المكان عمرو ما شافوه، يعني ما عمرو سمع به، فإذا بيتي يكتشفو عن طريق جوجل اللي هو يعني كيقوم بواحد المهمة في كل المجالات الاجتماعية ثقافية رياضية يعني سياسية دينية في أي مجال. على ما تنظن بأننا حنا بدينا تنقربوا لهذا المكان هذا، وإن كان باقي ما عرفناش البداية ديالو كيف دايرة، بلا شك غادي يكون يكون فيه شي سكان أو أنه في الملكية ديال الناس اللي كيقوموا بالاهتمام بهذا المكان ورعايته. على كل حال حنا غادي نشوفوا إذا كان ممكن ندخلوا ونشوفوا شي حاجة اللي من أجلها جينا باش نصوروا، باش غادي حنا غادي نشوفوا إذا كان ممكن ومسموح هذاك، وإلا نديرو دوميتور. على ما يبدو أنه مكان يعني خاص، هناك سكن الناس، رغم أن المبني هو قديم بزاف، ولكن ضروري يكون فيه الناس اللي كيحافظوا على هذا المكان، لأنه يعني محافظ من طرف التراب التراث العالمية من جملة الأثرات اللي كاينة. طبعا ما يكونش مسموح باش تدخل داخل، غادي يكون فقط مكان مهجور.
في الوان الحرارة بدأت تطلع شوية، والطاقه كل درت كل عقبة كل طلع، ضروري انا نجلس هنا شي شويه في الظل ونرتاح، ولكن ممكن نشرب شويه الماء يعني ضروري بزاف. المهم المكان اللي مشينا له كان يعني ما كانش مسموح انك تدخل تشوف الداخل، لانه مكان خاص يعني بريفي، يمكنكش تدخل فيه لان فيه الناس ساكنين اللي بلاش كوما يعني الحساسه ديال داك المكان اللي كيراقبوه، ولكن ما مسموح باش تدخل داخل. على كل حال احنا شفنا الا سجلت الا شي اشياء، داكشي اللي كاين برا هو جا في وسط الغابه في القمه ديال الجبل، يعني كيطل على مدينه كاستيار، وكاين بزاف هناك ديال الابراج وديال القصبات، ولكن المشكل هو في الطريق ما موضحش، ما كتبانش في الجوجل الكامله. جوجل هي اللي كيعطيك الطرق الرئيسيه ولا الثانويه ولا اللي هي معروفه، اما كاين شي طرق اخرى ما كتبانش كاع في الخريطه، لذلك خصك يعني تخرجها من عقلك، ولكن يمكن تشكل لك مشكله انك تلف ولا ما تعرف الاتجاه اللي غادي تشد، لذلك تكون مش بعد الصعوبات. المهم الرحلة ديالنا هي من أجل هاد كاستيا ديال كاستيا، راه حنا انتهيناها. والمهم من كل هادشي هو داك يعني داك الجو اللي دوزناه منين خرجت من الدار إلى غاية الساعة، اللي كان جميل جدا، رغم شوية قساوات ديال الطقس، كان شوية الحرارة، ولكن الحمد لله كان تنوجدو أماكن فين نسترحو وفين نسترجعو الأنفاس ديالنا، وخصوصا هذه المنطقه كلها اشجار اللي كتسمح لك اللي كتعطيك الظل، وهذا شيء مهم بزاف. اذا هذا هو كل ما كاين في الامر، والرحله ديالنا هي مستمره. دابا الان بقات المشكله ديال الرجوع، يعني نفس المسافه اللي ضربت خاصني نعاود نضربها من جديد باش نلتحق بالمكان ديالي. الحمد لله. يلا سيدي على بركة الله نكمل الطريق، نشوفوا إلا لقاو تاني شي حاجة جديدة تستحق الاهتمام. غادي ندوز واحد القنطرة قديمة اللي غادي تدخلنا لكاستيار، بعد ما زرنا ديك المكان ديال الكاستيو دي كاستيار. هادي قنطرة صغيرة ولكن قديمة، يعني باين انها تكون من احدى الاطراف. هادي اللي كتكون فوق هي فوق الواد ريبوي، شفت هذه عدة مرات في الفيديوهات اللي كنعمل، لأن يعني هذا الواد هذا كما قلت هو طويل بزاف، كيدوز على بزاف ديال المدن، عنده تاريخ كبير. غادي نحاولو كيفاش
شويه ديال المياهات اللي غادي يكون واحد الشلال صغير هنا، ولكن نصوروا باش تشوفوا. غادي نحاول باش نقربوا الامر صعيب شويه. كان يعني خلوي مهدن، ما كاينش سكان هنايا لا والو، غير الناس اللي دايرين شي مزارع هنايا صغيره، فلاحه صغيره، شركات قديمه يعني كاين اللي مستغله اللي مازال تخدم، وكاين اللي مهجوره. يعني هذا هو المكان اللي انا غادي نشوفو فين تيدي هنا. انا المهم ديالنا هو الرجوع لمدينه كاستيار، في العوض ما نمشي من الطريق بعيدة، يعني ديال الطريق ديال السيارات، بغيت نختصر شوية الطريق. غنشوفو لأن هادشي كلو كنعملو لأول مرة في هاد المنطقة، المنطقة شوية غريبة عليا. نلاحظو هنا يعني غير في حدايا عبارة عن فيلمان صغيرة، وهذا الوادي، الوادي ديال نهر الريبوي. هذه الدخلة ديال كاستيار ديال الغياس من الجهة الأخرى. يعني غادي نحاولو كيفاش نشوفو كيفاش نوصلو لهاد الواد ديال الريبوي، يعني غنشوفو أنا منين كيدخلو له أو منين غينزلو له، ولكن عندك صعوبة كيفاش يمكن نهبطو له. حنا غنشوفو الطريق ما مسرحاش. كلها احياء ديال هاد المدينه ديال كاستيار، فيلات يعني منعزله عن وسط المدينه، يعني الناس كيختاروا اماكن منعزله بعيده شويه على الصداع والمشاكل ديال المدينه. هذا بالنسبه لهم مكان مناسب، تيبغي الراحه ديالو ولا تيبغي يستريح. اذا غادي نحاولوا نطلعوا من هنا، يمكن باش نختصر شويه ديال الطريق من اجل ندخلوا لوسط المدينه، لان شويه بدينا كنحسوا بالجوع والعطاش. يعني خصنا نشوفوا شي مكان نجلسوا فيه شويه وناكل شويه، نقضوا شويه جسد ديالنا، لانه راه خدم اليوم بزاف، يعني بزاف ديال الكيلومترات. ما بقيتش نحسب كاع، ما بقيتش نعرف كاع شحال دوزت، 30 كيلومتر هو اكثر ما بين المشي والرجوع. المهم هو اننا نوصلوا لوسط المدينه، لان تما غادي يكونوا الطوبيسات نشدوا حافله النقل، حافله النقل اللي كتوجه لصباديل، ومن تما نتبع ان شاء الله المحل ديالنا. هذا هو البرنامج لحد الساعه. هذه طريق يعني كتشق الغابة، عبارة عن طريق ولكن كلها عقبة، كلها عقبة، كيدخلوش منها السيارات، فقط الرجلين ولا اللي عنده شي دراجة نارية ولا هوائية. الطريق مستعملة فقط الناس كيبغيو يخيمو، كيمشيو واحد الواد اللي هنايا اللي دزنا عليه، واد الريبوي. كاين واحد الشلال صغير تما كيدوشو فيه. هذا هو المنظر الطبيعي ديال هاد المنطقة.
هذا بقى وقت الراحة الماكلة، نصرفوا الأنفاس ديالنا وشوية كلشنا، ومن بعد نستمروا في الطريق ديالنا. مرة تنفكر أنني نشوف نشد الطوبيس، يعني غنرجع نمشي الطريق يعني باش عوض ما نكرر ونضيع في الوقت. الآن نظن بأن الجمعة ديالنا يعني نشد الطوبيس باش نخلو شوية ديال القوة والطاقة. النهار مازال ما سهلا، إلا دابا حنا في وسط النهار تقريبا عندو جوج ولا ثلاثة حتى نعش هاي الساعة. إيوا الله يجعل البركة، استمنا مدى الرحلة رودة الكهف. هذه اللحظة ديال الاستراحة، تاخذ واحد الكرسي هنايا في الحديقة، نرتاح شي شوية لأنني دوزت واحد المسافة طويلة ووقت طويل وأنا غير في المشي، ودابا خصني ناكل، هاي تيسر من الغداء. ما تلاقيش معايا خفيفة يعني كوكا ديو بلاطة ديال كوكا كولا صفر، بدون سكر بدون حتى شي حاجة، بدون مشاكل. هذه هي الأجواء اللي قدامي، المناظر اللي كنشوف فيها، يعني شحال جميل وأنك تتغداو وتكون في الطبيعة، شيء رائع. هواء طلق، نسيم العليل، ما كاين لا صداع، ما كاين لا دخان، ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يقلقك. تاكل على خاطرك وترتاح وتستمر في المشي حتى توصل دارك. الله الحمد لله، كلينا وتغدينا بعدا، حيدنا الجوع علينا وحيدنا العطش، ودابا بعد ما استرحنا شويه نوضو باش نكملو الطريق ان شاء الله. انا الا طولنا بزاف في الكلاس عاوتاني غيبرد لنا الدم وجا ما سخن الموتور، ايوا غنبقاو لا باش عاد يلا نوض. اللهم ما حدنا صخورين هكا، بحال اللي يقول لك طلع 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 الكهرباء حدو حدو وقف. دابا كل واحد شنو كي غينويها. والمهم شويه المرح شويه الضحك شويه بقاو غير مغبوبين يعني جد الغمة، و أرض الله واسعة يضحك الإنسان ويتمشى ويتسارى ويتفسح عرفتي. هذا الشيء من حقنا، يعني هذه الحرية ديالنا، ما نضيعوهاش في الأشياء التافهة ولا. المهم سالينا الغرض ديالنا، سالينا الغدا ديالنا، غادي نجمعوا الوسخ ديالنا، يعني الامور اللي يعني نديروها في بلاصتها، يعني نجمعوا الزبل حاشاكم اللي عملناه من بعد رميوه في بلاصتو. اذا سالينا المهمه ديالنا، غادي نجمعوا الزبل ديالنا اللي عملناه، وغادي نقلبوا على سله المهملات، وغادي نمشيو نرميو الزبل باش نحافظو على النظافة. كلينا وشربنا، يعني كيف لقينا البلاصة نضيفها نخليوها نضيفة باش يجي واحد اخر عاوتاني تا هو يلقى البلاصة
نضيف قهوة بالسكرها وارتاح. وهذه هي المهمة، بعد ما تغدينا وكلينا وارتاحنا شوية غادي نعاود نستمر الرحلة ديالنا. نمشي مبقالنا إلا نقلبوا على محطة ديال الطوبيس. من هاد المرة كان نفكر بأننا نرجع الطوبيس، لأن يعني ماشي من المعقول أننا نرجع نفس المسافة ونفس الأشياء اللي شفنا غادي نعاود نشوفها. اللهم ناخذ الطوبيس لأنه يسهل علينا الماموريا، ومن تم نشوفوا إلا لقينا شي حاجة جديدة باش نقلوها للمشاهدين، لأن الغرض ديالنا من هاد الرحلة هي أن نمتعوا الناس معنا ونفهمهم بأن راه كاينة الحياة وراه كاينة الوسائل اللي يمكن لها تحققها يعني بدون صعوبة، غير فقط شوية العزيمة والإرادة يعني تاخذ شويه وقت من الاوقات ديالك. الا كان عندك وقت متوفر حاول انك تشغلو في هذه الامور، في الرحلات الجولات. هذا الشيء هذا مهم مزيان، كتستافد به بعده الاشياء. راه حنا قلناها وعاودناها ان خروج من الدار باش تفجاج شيء مهم مزيان. هذه المدينة اللي كنا فيها تستيار للرياس، والآن سوف نقلبوا على محطة ديال الطوبيس، أقرب محطة اللي غادي تشوف القدام ونشوف إذا كاين شي محطة كنا نركبوا فيها.